صباح الخير. المؤتمر اللي موجود اليوم في مدينة الناصري بفندق الجولدن كراون هو مؤتمر اللي صار له 25 سنة في منطقة الشمال، اللي اهتمامه في موضوع الإصابات. الهدف من المؤتمر هذا اللي بيكون كل سنة هو مشاركة في المعرفة ومشاركة في الخبرات اللي موجودة، على أساس أنه كل العشر مستشفيات اللي موجودة في شمال الدولة نوصل لعلاجات بمستويات أعلى، ونحصل في نهاية الموضوع على نهاية الأمر على نتائج أفضل في علاج المصابين بكل المستويات، بالمستشفيات الأصغر والأكبر اللي موجودة في شمال البلاد. المؤتمر بالسنة هذه تركز في موضوع مهم جدا، هو التحديات اللي موجودة في المستشفيات الصغيرة في مناطق في مثل مدينة الناصري أو في طبرية أو في صفد، التحديات اللي موجودة عندهم في داخل المستشفيات بمعالجة إصابات بالغة جدا لمجاريح بحالات حرجة جدا. الموضوع هذا مهم جدا، والأمل طبعا إنه في نهاية الأمر المحاضرات والخبرات اللي موجودة هون تعطي الناس إمكانية إنه نوصل لنتائج أفضل في معالجة المصابين، حتى لو كانت الإمكانيات في المستشفيات الصغيرة هي إمكانيات محدودة بشكل عام.